فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قطع تتابع صوم الشهرين بالسفر؟ فبعد كل 10 أيام مثلا يسافر ويفطر، فإذا رجع بنى على صيامه. التتابع لا يقطعه صوم واجب أو مستحب، لا يقطعه، بل يصوم الواجب، فإذا فرغ يواصل الصيام ويبني على ما مضى. فلو مثلا بدأ صيام شهرين متتابعين ودخل عليه شهر رمضان، فإنه يصوم رمضان، فإذا خلص انتهى رمضان فإنه يكمل ما عليه من الكفارة ويبني على ما مضى. ولا فطر واجب كأيام العيد، هذا ما يقطع التتابع، لا يقطعه صوم واجب ولا فطر واجب. وكذلك في الرخص في السفر لا تقطع التتابع، إذا سافر وأفطر من أجل السفر فإنه لا ينقطع التتابع، إذا انتهى السفر يواصل ويبني على ما مضى، لأن الله رخص له في الإفطار. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.